مشاهدون الكرام أهلا ومرحبا بكم عيدكم مبارك وكل عام وأنتم بألف خير وبصحة وسلامة ومن العائدين ونسأل الله تعالى أن يجعله عيد خير ويمن وسلام لبلادنا اليمن ولجميع الدول العربية والعالم أجمع وأن يعم السلام في جميع أنحاء العالم أيها السادة الكرام نحييكم في مستهل هذه اللقاءات العيدية الميدانية التي نجريها لكم عبر عدسة كاميرا قناة عدن الفضائية ونشارك معكم فرحة عيد الاضحى المبارك ونتمنى حقيقة ان يجعله عيد تسامح محبه ونشر الخير في بين الجميع اذا ايها السادة الكرام تعالوا بنا نتابع اياكم مجريات هذه اللقاءات الميدانيه التي اجريناها معكم عبر عدسه كاميرا قناه عدن الفضائيه الكرام معنا ايضا من ضمن هذه اللقاءات الميدانيه الاستاذ المهندس احمد الزامكي وكيل وزاره الزراعه لشؤون الرأي أه سياده الوكيل نحن اولا بدايه كل عام وانتم بخير عيدك مبارك اضحى مبارك عليك ان شاء الله وعلى ابناء الشعب اليمني والامه العربيه والاسلاميه قاطبه بالخير والسلام واليمن والبركات أه سياده الوكيل تهنيكم اولا بمناسبه حلول عيد الاضحى المبارك كذلك ايضا جهود الوزاره الملموسه من قبلكم انتم هنا في الوزاره باعتباركم الوكيل لما الذي تقومون به تفضل بسم الله الرحمن الرحيم شكرا جزيلا لكم على هذا اللقاء الطيب اولا ارفع اسماء ايات التهاني والتبريكات الى قياده فخامه الاخ المشير رئيس الجمهوريه عبد منصور هادي والى الحكومه والى الشعب اليمني في عموم البلد اتمنى ان تعود هذه المناسبه وان يكون الشعب في خير وامن وامان وفي وضع افضل واسمى مما نحن فيه ان شاء الله. آه، تحياتي لكم وايضا لا ننسى قناه عدن وجهودها الطيبه التي تبذلها ونبارك لهم العيد مقدما ان شاء الله. آه، وزاره الزراعه طبعا اسست في عام 2016 وفتحت ابوابها ومنذ ذلك الوقت وهي تقوم بانشطه عديده جدا في عموم المحافظات الجمهوريه آه، تسعى دائما الوزاره الى اعطاء او خدمه المواطنين في المجال الزراعي من خلال توفير بعض المدخلات الزراعيه من خلال صيانه بعض قنوات الري الذي تمول من قبل بعض المنظمات الدوليه ايضا قامت الوزاره في الفترات الاخيره بمشاركه بعض الجهات فيما يخص الاضرار السيول التي تعرض لها معظم مناطق الجمهوريه وحاليا نحن بصدد تمويل من صندوق تشجيع الانتاج الزراعي والسمكي باعمال ري في محافظتي ابين ولحج بتوجيهات من معالي وزير الزراعه والري مشكورا بتقريبا توفير مبلغ حوالي 100 مليون ريال مناصفة ما بين المحافظتين استعدادا للموسم القادم طبعا هي بدأت الآن سيول وأمطار غزيرة جدا تدفقت في وادي بنا وادي حسان وفي تبن وفي أحور وأيضا في حضرموت والمهرة وفي شبوة أيضا هذه السيول نحن بمتابعة حثيثة لها مع الجهات المختصة في تلك المحافظات وقمنا خلال الفترة الماضية بعمل برامج سواء زيارات ميدانية إضافة إلى تخصيص بعض الأنشطة الخاصة بهذه الأعمال أيضا شاركنا في أعمال الأضرار الخاصة في محافظة عدن ولدينا فريق حاليا يعمل في المعلّة شاركوا يوم أمس ونزلوا إلى مناطق لإعداد الدراسات والتصاميم لحماية مدينة عدن من هذه الأضرار نشاطات الوزارة متعددة طبعا لدينا أيضا تمويلات مع الإخوة المانحين البنك الإسلامي حاليا نحن بصدد إعداد وثيقة مشروع معهم في إطار توريد وتنفيذ بعض الأنشطة الخاصة بالوزارة من مختبرات وتوريد أيضا حراثات لتوزيعها على المزارعين وخاصة في ظل انتشار جائحة كورونا وتأثير وانخفاض نسبة الاستيراد من قبل الدول التي كانت تصدر بكميات كبيرة ومواجهة أي نقص للغذاء في البلد فتم التوجيه الآن إلى أغلب مناطق الجمهورية بالتوسع في زراعة الحبوب لتوفير الغلات الزراعية الأساسية للسوق المحلية والاستغناء أو مواجهة أي نقص يحصل من خلال الاستيراد الخارجي ايضا تقوم الوزاره بانشطه عديده في المنافذ من خلال حمايه المستهلك من مما يتم استيراده او حتى فحص وتصدير بعض الصادرات الزراعيه التي تمتاز بها بلدنا بشكل جيد جدا ولها طلب كبير من قبل دول عديده لدينا طلبات حاليا من اكثر من دوله فيما يخص بعض المنتجات في توجهات هناك ايضا الي دعم وزراعه البن الذي تشتهر به اليمن نعم تاريخيا أيضا هذا نشاط إن شاء الله في القريب العاجل بإذن الله سيأخذ دور أكبر في مجال توفير المياه له وأيضا زيادة التسويق له في القريب العاجل إن شاء الله وأيضا الزراعة وبكمية أكبر إن شاء الله خاصة أن بلدنا اليمن بلد زراعي المناطق المختلفة في اليمن بشكل عام يعني تحتل أراضي زراعية نعم من حيث اليمن هي امتيازه هي سميت اليمن السعيد لاشتهارها بالزراعه طبعا وهذا الاشتهار الذي حدث عندما تذكر اليمن تذكر الزراعه وتمتاز بمنتجات زراعيه متعدده وحتى جوده عاليه وخاصه مثلا في في لو لو ذكرنا منتج واحد سنذكر له انواع عديده وهذا دليل على تنوع وخصوبة التربة وتنوع المناخ أيضا الذي يساعدنا كثيرا على أن تتنوع لدينا المنتجات الزراعية التي يستفيد منها السوق المحلي وأيضا التصدير الخارجي لدعم موازنة الدولة هناك صعاب جمة حقيقة تواجه أي وزارة وزارة الصع... الزراعة ما هي الصعاب التي تواجهكم أنتم هنا؟ طبعا اهم الصعوبات والمعوقات هي الموازنات التشغيليه طبعا هذه الموازنات التشغيليه تؤثر علينا كثيرا في انشطتنا كونها لم ترقى يعني الى الحد الذي ممكن ان تستمر الوزاره فيه لا اقول ان تنفذ الوزاره انشطتها كامله ولكن حتى ان نستمر في فتح الوزاره هنا في عدن المبلغ بسيط جدا زهيد من الحكومه الذي يرصد لنا على الرغم أن الوزارة بدأنا من يناير 2019 وحتى الآن بتوريد كافة الإيراد العام إلى حساب الحكومة ووصل أكثر من 300 مليون تقريبا خلال الفترة الماضية وموازنتنا السنوية لا تتجاوز 60 مليون ريال فقط فنضطر أننا نعمل من الإيرادات الخاصة بالوزارة والتي اثرت علينا كثيرا عند توريد الايراد العام خلال الفتره الماضيه مما جعلنا في وضع عجز واضح جدا لدينا ايجارات للمباني حاليا ايضا متاخره يعني نطلب من الاخوه في وزاره الماليه تم رفع موازنه سنويه لهم بحسب الاحتياج خلال الاعوام السابقه ونتمنى ان ينظروا اليها ويعجلوا في اعتمادها حتى لا تغلق الوزاره تنفيذا لتوجيهات فخامه رئيس الجمهوريه عندما قام باصدار قرار بنقل العاصمة إلى عدن منذ ذلك الحين والتوجيه لكافة الجهات الحكومية والوزارات بفتح دواوين في كل في عدن بكل الدواوين في عدن وكنا سباقين منذ ذلك الحين بقيادة الأستاذ أحمد بن أحمد الميسري في حينها وزير الزراعة واستكمال لتلك الجهود أيضا جهود وزير الزراعة الحالي عثمان حسين مجلي مشكورا فهذه طبعا معاناة هي الأساسية بقية الإجراءات لدينا طبعا الموازنة الاستثمارية التي الوزارة لديها مشاريع كانت كبيرة جدا في الفترة الماضية وتوقفت كليا هذه مشاريع طبعا أثرت على المزارعين صيانة قنوات الري ومنشئات الري القائمه، المياه اليوم تذهب الى البحار والوزاره لا تملك مع الاسف الشديد اي موازنه استثماريه لمواجهه مثل هذه الاشياء. فهذه مجمل تقريبا بشكل مختصر المعوقات التي لدينا. في ختام هذا الحديث رساله وزاره الزراعه، باعتباركم انتم وكيلا للوزاره لشؤون الري، ما هي رسالتكم الختامية؟ رسالتنا اولا نوجهها الى كل ابناء الشعب والى القوات المسلحه المرابطه في الميدان سواء التي تقاتل في ضد الحوثيين او تلك التي فتحت جبهات جانبيه ونحن في غنى عنها أن يوقف نزيف الدم بين الإخوة الجنوبيين وأن نعود إلى طاولة الحوار وأن ننفذ كل ما نراه في صالح بلدنا نوقف سيل الدماء لشباب ممكن نستفيد منهم في تنمية البلد ونخدم بلدنا ونبنيها بشكل افضل هي هذه رسالتي التي اراها الوحيده في الوقت الحالي واتمنى ان تصل الى كل من يسمع هذا الحوار باذن الله وان نعود الى طاوله الحوار وان نعود الى بناء وطننا وتنميه وطننا جميعنا في مركب واحد وفي سفينه واحده يجب ان نصون هذه السفينه وان نقوم ببنائها ونقوم بحمايتها أفضل من أن نتقاتل عليها ولا قدر الله أن تغرق فلن يسلم منها أحد إن شاء الله نعم هذا صحيح إذا في ختام هذا الحديث نسأل الله إن شاء الله أن يجنب اليمن كل الفتن وأن أيضا يعني الحرب أن تنتهي وأن يعم البناء والسلام إن شاء الله والتنمية لهذا الربع هذا الوطن الغالي إذا في ختام هذا الحديث نتمنى لكل الجهود التي تبذلونها النجاح والتوفيق إن شاء الله ونجاحات عدة من نجاح لنجاح بإذن الله تعالى لوزارة الزراعة التي أنتم تقومون بها في جهودكم التي نتمنى هذه الجهود أن تكلل بالنجاح إن شاء الله كل عام وأنتم بخير بالصحة والسلامة إن شاء الله نلتقيكم إن شاء الله في لقاءات قادمة شكرا جزيلا لك ونلعي شكرا لكم كل عام وأنتم بخير إن شاء الله وعيدكم مبارك معنا ضمن اللقاءات الميدانيه الاستاذ غسان الزامكي وكيل محافظه عدن لقطع المشاريع والبنيه التحتيه التحتيه استاذ غسان استاذ مهندس غسان بدايه مرحبا بك كل عام وانت بالف خير بالصحه والسلامه نحييك ونبارك لك نبارك لك ولكافه جماهير الشعب اليمني والعالم اجمع بحلول عيد الاضحى المبارك عده الله على الجميع بالخير واليمن والبركات استاذ اولا بدايه تهانيكم بحلول عيد الاضحى المبارك ثانيا جهودكم التي تبذل في قياده السلطه المحليه وذلك النشاط المبذول حقيقة من قبلكم أنتم في كافة الاتجاهات أيضا في المجال قطاع المشاريع والبنية التحتية تفضل بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله طبعا نهني القيادة السياسية ممثلة بفخامة رئيس الجمهورية المشير عبد الرب منصور هادي ودولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مين عبد الملك وجميع القيادات الدولة وقيادات المحافظة ممثلة بالأستاذ أحمد سالم ربيع علي والمكاتب التنفيذيه وكل القيادات وابناء العاصمه عدن وابناء الجمهوريه بشكل عام بحلول عيد الاضحى المبارك الذي نسال الله عز وجل ان يكون عيد خير وعيد بركه تهل عليها تهل علينا فيها البشارات من خلال استكمال ان شاء الله تنفيذ اتفاق الرياض وعوده الامور الى مجاريها في العاصمه عدن و كما لاحظتم نحن نقوم في السلطه المحليه في قطاع المشاريع وقطاع الخدمات بالقدر المستطاع الذي نؤديه خلال هذه الفتره العصيبه التي تمر بها العاصمه عدن وتمر بها جميع المحافظات من خلال مواجهه كثير من الامور التي حصلت في العاصمه عدن نحن واجهنا كارثه السيول واجهنا مشاكل الخدمات لكن الحمد لله الوضع بدا يتحسن السلطه المحليه ممثله بالاستاذ احمد سالم ربيع علي عملت على تذليل الكثير من الصعاب وصرف التعويضات للمتوفين وللذي ضرت منازلهم والعمل جاري الان بوتيره عاليه مع مدير عام الاشغال المهندس وليد الصراري لاستكمال هذه الامور وكذا هناك مشاريع كثيره بدا فيها ايضا البرنامج السعودي منها تاهيل سبعه شوارع وتاهيل كثير من الحدائق وتأهيل بعض المرافق الخدمية وهناك أيضا مشاريع أخرى من الصندوق العربي للإنماء في تأهيل مرافق المياه والصرف الصحي بدأ العمل فيها خزان عبد اللطيف تأهيل المجاري في المعلة في خور مكسر موقع محطة أحواض العريش محطة كابوتا التي ناشدنا فيها الكل, الكل أنه يوقف معنا من أجل أن يبدأ العمل فيها وإزالة العشوائيات والهناجر التي فيها عموما نحن نسأل الله أن يكون هذا العيد عيد خير وعيد بشارة وعيد تعود الامور فيها الى عدن بشكل كامل وتعود حيويه ومنظر عدن الجمالي الذي تعتبر هي عروسه البحر العربي وعروسه الجزيره العربيه لما تملكه من موقع استراتيجي وجغرافي فان شاء الله عيد مبارك ونلتقي على خير بإذن الله في السنة القادمة إن شاء الله شكرا أجمال بإذن الله تعالى لمحافظة عدن بجهودكم أنتم التي تبدأ حقيقة في هرم السلطة هناك في السلطة المحلية في محافظة عدن مثلا بمحافظة المحافظة ولكم أنتم الوكلاء في هذه المحافظة وكل من يسهم إسهاما جليلا لبناء مدينة عدن إعادة البناء والتنمية لهذه المدينة الجميلة شكرا جزيلا لكم وعيدكم مبارك كل عام أنت بألف خير كل عام أنتم بخير بإذن الله شكرا يعني يسعدنا ان يكون معنا الاستاذ المهندس وليد صراري مدير عام مكتب الاشغال العامه والطرق بدايه الاستاذ المهندس وليد مرحبا بك كل عام وانتم بخير بالصحه والسلامه ان شاء الله بمناسبه حلول عيد الاضحى المبارك استاذي تهانيك أولا بحلول عيد الاضحى المبارك ثانيا جهود جباره يبذلها المكتب الاشغال العامه والطرق في محافظه عدن ما هي تلك الجهود الجباره نشاطكم ونشاط المكتب بمختصر مفيد بدايه شكرا جزيلا لقناه عدن على هذه الاستضافه وكل عام وانتم بخير وجميع الشعب اليمني بالف خير طبعا مكتب الاشغال العامه والطرق اعتقد انه مكتب مهم من المكاتب التنفيذيه في محافظه عدن وفي الوقت الراهن الكل يعلم انه لنا نشاطات كبيره داخل في جغرافيه محافظه عدن بالذات في شارعين رئيسيين نقوم الان حاليا باعاده ما بصوره شبه كامله خاصة الشارع الاول اللي هو شارع مهم واستراتيجي يعتبر رابط بين مديريات شارع البحري او الخط البحري. الخط البحري معنا تدخل عاجل من قبل الاخوان في صندوق صيانه الطرق ممتد من بدايه جوله كالتيكس حتى الجسر ذهابا وايابا. وبقية المشروع سوف يستهدف أجزاء متقطعة من الخط هذا حتى جولة فندق عدن طبعا الكلفة التقديرية لإعادة تأهيل هذا الخط أو لإعادة صيانة هذا الخط العملية بتكون الكل يعرف أن عملية خرش ومن ثم سفلته هذا اولا ثانيا الان تمت عمليه الخرش وان شاء الله اليوم اليوم بالضبط ننتهي في تاريخ 27 تقريبا 7 ننتهي من اعمال القشط كاملا في شارع كالتكس ومن بعد العيد سوف يتم مباشره اعمال السفلته. سبق صرحنا أن اعمال المادة الاسفلتية حاليا لا توفر في المحافظه وان شاء الله بعد العيد سوف توفر سوف نقوم باعاده سفلته هذا الخط. هذا خط لم يحصل لاي تدخل من الفتره الماضيه واضطرينا مقبرين باستدعاء الاخوان في صندوق صيانه الطرق بدعوه من الآخر المحافظ محافظ عدن الاستاذ احمد السفير علي و توجهنا اليهم وتدخلوا تدخل مباشر في شارعين الرئيسين شارع كالتكس الجسر والشارع الثاني والاهم اللي هو يعتبر شارع خط الحمراء الى جوله ريجل هذا الشارع مدمر وتعرض لاضرار كبيره جدا في الفتره الاخيره خاصه فتره سقوط الامطار والسيول في المحافظه الطبقات كلها تهلكت طبقه الاساس تهلكت اضطرينا قبل فترات ماضيه لعملية رد بالاتربه المستورده وتسوية الخط مؤقتا بصورة إسعافية حتى وصلنا لتدخل المباشر من قائمة صندوق سيادة الطرق الشارع هذا الممتد من جولة ريال حتى المدخل الشرقي من عدن بطول 1800 متر طولي هذا واحد الشيء الثاني والأهم أنه كان في هناك عمل مباشر لعام تأهيل قنوات تصريف الامطار طبعا قنوات تصريف الامطار لم تكن متواجده في الفترات الماضيه في هذا الشارع واضطرينا اجراء نظره سريعه ومسح شامل للشارع واعداد دراسات اوليه لاستحداث قنوات في هذا الشارع وتكون نافذه هذه القنوات حتى البحر المقابل لها طبعا نجحنا الحمد لله من اعداد دراسة التصميمية وترجمتها على ارض الواقع حاليا نقوم بعمل رد واليوم هذا في تاريخ سبعه نقوم بالجزء الاول بفرش الطبقات النهائيه اللي هي طبقات الاساس البيسكورس، وان شاء الله سوف نقوم بعد استفاده الخط بعد العيد مباشره هذا واحد الاشياء الثانيه والاهم نتمنى من الاخوان القائمين والمستخدمين لهذه الطرق ان تكون في نظره دعوية منهم للاخرين طبعا الدمار الشامل اللي حصل لهذا الشارع انا احمل مسؤوليه كامله للاخوان في هيئه المواني او خاصه للشاحنات المحمله باوزان كبيره جدا بعضها تتعدى ال 100 طن تستخدم هذا الطريق الطريق هذا يعتبر طريق محوري يربط بين مديرية صيرة عفوا بين مديرية خرمكسر ومديرية المعلة والتواهي وصيرة كذلك ولا بد من الحفاظ عليه بأي شكل من الأشكال لا بد من استخدام الأحمال المتواضعة والتي لا تزيد على 50 إلى 40 طن حتى نضمن سلامة هذا الخط وحتى نضمن أن الخط هذا يقوم بوظيفته الوظيفة المعتمدة والتي سوف تؤدي كمان خدمة مباشرة للإخوان الساكنين في هذه المديريات نتمنى من الإخوان القائمين والمستخدمين لهذه الطرق أن يراعوا إنه المكتب الأشغال العامة والطرق ليس هذه أمكانيات المحافظة حاليا في الوقت الراهن يعني لديها افتقار كبير جدا بالامكانيات ليست لدينا امكانيات وندعو كمان الحكومة بتدخل مباشر ودعم هذه المكاتب التنفيذية ليس مكتب الأشغال مكاتبنا تعاني من أزمة كبيرة جدا من حيث الإمكانيات إن كانت الإمكانيات الميكانيكية إن توفر آليات إلى آخره والشيء الثاني والأهم الإمكانيات المالية الإمكانيات مالية في المكتب لا توجد إمكانيات نقوم يعني بمباركة الأخوان في صندوق سين الطرق اللي نقدم لهم الشكر والتقدير على تجاوبهم السريع في ترجمة ميدانية إلى هذه الشوارع اللي ذكرناها مسبقا والعمل جاري فيها لا بشكل في صعوبة كبيرة من حيث الازدحام نروي نعاني منها نعاني منها معاناة شديدة جدا كل يوم والزحمة أعتقد الآن ينظرها المواطن البسيط المستخدم للمركبات في هذه الشوارع يعرف أنه في زحمة ليست الزحمة مفتعلة اضطرارية نقدم اعتذارنا الشامل للاخوان المواطنين المستخدمين كافه المركبات وندعوهم لاستخدام هذه الطرق بطريقه سلسه ونظاميه بما يضمن سلاسه الحركه المروريه في هذه الشوارع. هذا اولا واخيرا نقول للكل كل عام وانتم طيبين وان شاء الله القادم يكون افضل بوجودكم وجود الاخوان المواطنين الذي تمثلوا بوعي شامل ها وان شاء الله الوعي هذا يعني في طبقات او شريحه مجتمعيه تكون عندها الوعي ليس في مجال استخدام الطرق وانما في اشياء كثيره الطاقه الكهربائيه شبكات المياه شبكات الصرف الصحي لدينا الدهور في كل المجالات الحمد لله يمكن يكون اليوم الوضع افضل لكن اعتقد انه بكره بيكون افضل وافضل وشكرا جزيلا على الاستضافه لقناه عدن شكرا لكم وقت ما زلنا نتواصل معكم وفي هذه اللقاءات الميدانيه بحلول عيد الاضحى المبارك عاده الله على الجميع بالخير واليمن والبركات والسلام لبلدنا اليمن ولجميع الدول العربيه والعالم اجمع مشاهدينا يسعدنا ان يكون ايضا ضيف من ضمن هذه اللقاءات الميدانيه معنا الاستاذ دكتور جمال محمد احمد عام كلية اللغات جامعة عدن دكتور جمال بداية مرحبا بك كل عام بخير بالصحة والسلامة إن شاء الله آه ومن العائدين دكتور تهانيكم أولا بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك كذلك أيضا ماذا عن نشاطكم جهود آه كلية اللغات وهي آه تعتبر الصرح التعليمي العلمي لجامعة عدن أحد الصروح العلمية آه ما تلكم النشاط التي تقومون به في المنصة الإلكترونية وكذلك أيضا سناف العملية التعليمية بعد اجازه عيد الاضحى المبارك تفضل دكتور. طبعا بعد دي بدا آه في البدايه ابعث التهنئه لجميع افراد الشعب اليمني من اقصاه الى اقصاه ممثله بفخامه الرئيس عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهوريه وجميع اطياف الشعب اليمني بمختلف آه آه اطيافه آه نتمنى ان شاء الله ان يكون هذا العام وكل كما هي تشير المؤشرات ان يكون عام سلام عام وعام بين مختلف الفرقاء السياسيين ونحن إن شاء الله نطمح ونأمل إن شاء الله أن يكون هذا العام كما أشرنا سابقا نهاية للحرب الذي أخذت منا الكثير والكثير ويكون عام البناء عام التنمية توحد الجميع والعمل صفا واحدا تحت مظلة واحدة ما فيه مصلحة البلد بالنسبة لجامعة عدن وكلية لغات تحديدا نحن بدأنا التعليم الإلكتروني خلال فترة توقف الدراسة بسبب جائحة كوفيد 19 أو كورونا واستغلنا هذا الفراغ بان احنا عملنا هناك تعليم الكتروني عبر المنصه الالكترونيه حيث قام جميع المدرسين عضلات تدريسيه في كليه اللغات في جامعه عدن في مختلف البرامج برامج بكالوريوس برامج الماجستير برامج الدكتوراه بفتح فصول افتراضيه عبر جوجل كلاس وكان هناك تفاعل كبير ما بين المدرسين والطلاب وعقدنا بعد ذلك ورشه تقييميه لهذا التطبيق والورشه كانت ناجحه جدا والتعليم ايضا كان ناجح جدا نحن ان شاء الله حسب منشور وزاره التعليم العالي والبحث العلمي نستأنف الدراسه في 8 اغسطس وسنبدا الدراسه ان شاء الله لمده ما بين اسبوعين الى ثلاثه اسابيع فقط لنراجع ونرتب للامتحانات لان احنا الحمد لله الفصل الثاني قطعنا اكثر من 95% في جميع مغرات المواد الدراسيه لجميع البرامج الدراسيه، كما اشرت لك سابقا ان شاء الله الفتره القادمه تكون فتره بناء بناء اكاديمي، بناء علمي، بناء اقتصادي، بناء امني وهذا ما نطمحه ان شاء الله، اليمن فيها خير كثير ولو انفق لو انفق اقل من 5% الذي انفق في الحرب في الجانب الاقتصادي اصبحت اليوم اليمن من ليس من افضل دول العالم لان الحمد لله اليمن عندها ثروات في الظاهر وفي الباطن مقومات كبيره جدا عندنا في الظاهر يعني موارد بشريه يعني قل ما توجد في دوله ما عندنا في بعض الارض كثير من الموارد وهناك كثير من اليمن لا زالت بكر يعني فلو دعمت في الجانب الاقتصادي لكان يعني تكلفه قليله جدا مقارنه بتكلفه الحرب، الحرب ما فيش ما لا يوجد فيها هناك منتصر، الكل خسران في هذه الحرب، فاتمنى ان شاء الله ان توقف الحرب هذه في جميع انحاء البلد ويتجه الجميع وتساعد الدول نحو الاخرى البناء، نحو, نحو البناء نحو التنميه، اليمن كما اشرت لك هو خيره كثير واليمن موقعه هو يعني مهم جدا لدول الاقليم وللدول المجاوره وحتى ايضا لدول العالم لهذا السبب نتمنى ان شاء الله ان يكون التوجه القادم يتجه في اتجاه توقف الحرب وانهاء الفرقه بين الخلفاء السياسيين وان يكون توجه هناك نحو بناء البلد وعاد اعمار البلد رسالة كلية اللغات الجامعة عدن باعتباركم الصرح العلمي وانتم على رأس الهرم هنا في هذه الكلية ما هي رسالتكم ولكافة الطلاب طبعا نحن رسالتنا لجميع الطلاب في كليه اللغات في جامعه عدن وفي مختلف كليات جامعه عدن ايضا في مختلف جامعات البلد ان يكون هناك توجههم الى الجانب العلمي لان الشيء الوحيد الذي نستطيع ان ندور به البلد هو الجانب العلمي فان اردت لبلد ان تتطور فعليك بالعلم وان اردت لبلد ان تدور فعليك ان تدمر العلم فبالنسبه لطلابنا وايضا مختلف شرائح المجتمع عليهم بالاهتمام بالجانب العلمي إذاً في نهاية هذا الحديث شكراً جزيلاً لك دكتور عيدك سعيد كل عام وأنت بألف خير وجهودكم أشكر عليها حقيقة والصعاب التي تواجهها نتمنى أن تدلل هذه الصعاب وتتجاوزوها وتخطوها ومن نجاح لنجاح إن شاء الله وشكراً جزيلاً لكم كل عام وأنت بألف خير كل سنة وأنتم طيبين وأشكركم على نزولكم ومتابعتنا بحين ولآخر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم يسعدنا وشرفنا أن نلتقي بقناة عدل الفضائية و يسعدنا ايضا ان نهني قيادتنا السياسيه وجماهير شعبنا ومشاهدي قناه عدن الفضائيه بقدوم عيد الاضحى المبارك ونسال الله العلي العظيم ان يعيد علينا وعليكم وعلى جميع الامه الاسلاميه بالخير واليوم والبركات وبلدنا قد تحسنت ظروفه قد حل الامن والسلام والامن والتنميه في ربوع الوطن المختلفه نهني بشكل خاص يعني بمناسبه العيد جميع العاملين في هيئه مصف الجمهوريه ونشد على اياديهم ونقول انهم صامدون في مختلف الظروف ويؤدون رسالتهم بامانه واخلاص بالرغم من كل الصعوبات التي تواجههم وهذا يعتبر انجاز انه والله لا زال في هنالك ناس يتحلون بالامانه وبالصدق وبالاخلاص الشيء الثاني انه نود ايضا ان نقول للعاملين في الهيئه انه يجب ان يواصلوا عملهم ويواصلوا نضالهم وانه مهما كانت الصعاب يجب ان لا تحول بينهم وبين تاديه رسالتهم لانها هي رساله انسانيه بدرجه اساسيه. بقيه الامور والمصاعب والمطالب ستاتي باذن الله. نطمن ايضا المواطنين انه مستشفى الجمهوريه وبقيه المرافق الصحيه المختلفه بالرغم من كل الصعاب التي تواجهها إلا أنها لا زالت تؤدي عملها خلال الأربع والعشرين ساعة ووفقا لظروفها وإمكانياتها وأنه لا يقلقوا ولا يستمعوا لكثير من الدعايات التي تحاول أن تنال من كثير من المرافق الصحية ونحن طبعا نعترف أننا لسنا في درجة الكمال ولكننا نؤدي وفقا للإمكانيات المتاحة لنا في الحقيقة مستشفى الجمهورية التعليمي ومنذ إنشائه في العام 1954 وهو يؤدي دوره الكبير جدا في خدمة المواطنين سواء كان مواطنين محافظة عدن أو المحافظات المجاورة أو حتى المحافظات الأبعد من المحافظات المجاورة. وهو عمليا الآن في هذه الأونة ينصب عملنا في التخصصات الجراحية المختلفة وفي الأمراض الباطنية المختلفة وابتداء من جائحة كورونا عندنا ايضا المركز الاخر المهم اللي هو مركز استقبال وعلاج امراض الكوفيد 19 اللي هو امراض الكورونا ويؤدي دوره الان في عدن بشكل كامل ولدينا ايضا العيادات الخارجيه ولدينا ايضا الحوادث والطوارئ والعمليات والاقسام كلها تؤدي عملها بشكل كامل ولدينا أيضاً مركز مهم جداً من مراكزنا التخصصية اللي هو مركز علاج أمراض الفشل الكلوي والذي يعمل على مدار ال والعشرين ساعة وفي خلال المناسبات سواء كانت مناسبات يعني دينية أو مناسبات وطنية لا يغلق على الإطلاق وبالتأكيد مستشفى الجمهورية يستلم كل الحالات على مدار الأربع والعشرين ساعة. ومثلنا مثل بقية المرافق الحكومية نواجه صحيح بعض الصعوبات وبعض التحديات والله عندنا ثلاث مشاكل هي مشاكل مزمنة ليست وليدة اليوم وإنما هي مشاكل متراكمة مع الزمن المشكلة الأولى هي فيما يتعلق بالكادر نحن لدينا إشكالية كبيرة فيما يتعلق بالكادر نظراً لإيقاف عملية إحالة المحالين إلى المعاش وعدم التوظيف المحالين للمعاش نحن عندنا الآن حوالي 335 واحد يفترض أن يحالوا إلى المعاش فيهم 272 اللي بلغوا أحد الأجلين وفيهم 35 مهاجرين في خارج الوطن وفيهم 15 لأسباب صحية وفيهم حوالي 13 اللي هما معاش مبكر وللأسف الشديد هؤلاء لا زالوا على حساب هيئة مستشفى الجمهورية يستلموا مرتباتهم ما عدا المهاجرين في الخارج التي تم إيقاف مخصصاتهم نحن ندفع لهؤلاء ثلاثين مليون ريال شهريا المفروض أنه حسب الأنظمة والقوانين أن يتم الدفع من قبل المعاشات وليس من قبل هيئة مستشفى الجمهورية التعليمية الموضوع الثاني اللي هو متعلق بهذا الموضوع اللي هو عدم التوظيف يمكن أن أقدر أقول لك أنه من عشرات السنين والتوظيف في هيئة مستشفى الجمهورية متوقف وكل اللي حصل لمرتين هو توظيف لكنه لا يخدم المستشفى لأنه الحاجة الحقيقية للمستشفى لا يتم تلبيتها نحن عندنا إشكالية في الأطباء نحن عندنا إشكالية في التمريض نحن عندنا إشكالية في فنية العمليات عمليات التخدير وعندنا اشكاليه في الاشعه وعندنا في المختبرات، الذي يتم توظيفهم اناس ليس لهم علاقه بالعمل الفني. وبالتالي اصبح مجمل الناس الان هما لا لا يؤدوا خدمه فعليه حقيقيه تخدم المريض. انما هي اعداد مسجله على هيئه مستشفى الجمهوريه، لكن ليست ذات جدوى. نحن في الحقيقة عندنا إشكالية كبيرة جدا، الإشكالية دي تتمثل إنه لا يوجد عندنا طبيب عام على الإطلاق في هيئة مستشفى الجمهورية. معروف إنه اللي يغطوا الحوادث والطوارئ والنوبات في الأقسام هم أطباء عموم. لماذا لا يوجد؟ لأنه ممنوع التوظيف منذ أكثر من 15 سنة. والناس اللي كانوا موجودين كلهم تخصصوا وأصبحوا أخصائيين. الشيء الثاني طبعا اللي هو قضيه التمريض، التمريض هي معضله موجوده في العالم كله ما حد يقدر ينكرها. لكن الاشكاليه تتزايد كل سنه والاعداد تقل ونحن نفتح تخصصات جديده وبالتالي تستوي عندنا ازمه كبيره جدا في التمريض. في عام 1999 كان عندنا 1200 موظف في مستشفى الجمهوريه. الآن أصبح عندنا 625 موظف بمعنى أنه الطاقم العامل في مستشفى الجمهورية في عام 2020 هو يوازي 45 مما كان موجود في 1999 طيب كيف يمكن أن يستمر العمل المشكلة الأخرى أنه سنوياً ما بين خمسة إلى عشرة في يصلوا إلى سن المعاش وبالتالي إذا استمرينا لمدة سنتين ثلاث سنوات سيهبط العدد إلى ثلاثين خمسة وثلاثين في وبالتالي سيصبح من المستحيل أن يستمر المستشفى في تأدية رسالته القضية الثانية اللي فيما يتعلق بالموازنة طبعا موازنة الهيئة طبعا هي من منذ إنشاء الهيئة في عام 2008 إلى 2020 يعني 12 عام وبالرغم من كل اللي حصل للعمله المحليه الريال وصعود الدولار وهبوط الريال إلا أن الموازنة لا زالت مثل ما هي وبالتالي ما كنا نستطيع شراءه في عام 2008 نحن نستطيع أن نشتري الآن فقط ما بين 25 إلى 30% نبضًا لهبوط قيمة الريال. وبالتالي كيف يمكن ان نلبي احتياجات الحوادث والطوارئ والعمليات والاشعه والمختبر اذا نحن لا نريد ان نتحدث كثير في هذا الموضوع ولكن لا بد من اعاده النظر في موازنات المستشفيات اذا اريد لها ان تستمر في اداء رسالتها الموضوع الاخر هي الاجهزه والمعدات للاسف الشديد طبعا الأجهزة والمعدات عندنا نقص كثير جدا فيها وبالذات فيما يتعلق بأجهزة العمليات والمختبر والأشعة العالم الآن أصبح يتحدث عن أجهزة وقليلا ما تستخدمه هو متطور وقليلا ما تستخدم الأيدي أصبحت الآن نحن عندنا إشكالية طبعا كل اللي يصلنا هي مساعدات من قبل هيئات أو منظمات ومع شكرنا الجزيل لهذه الهيئات والمنظمات ولكن للاسف الشديد لا تاتي ما نطلبه ولا ياتينا الذي نحتاجه وفي اغلب الاحيان غير صالحه للعمل او ناقصه او فيها خلل وبالتالي لا نستفيد كثيرا مما ياتينا من مساعدات ونحن نناشد كل الجهات ذات العلاقه سواء حكوميه او منظمات دوليه ان تمد يد الخير والمساعده في توفير الاجهزه والمعدات مع تاكيدنا ان هنالك مستشفيات في اماكن نائيه بعيده وهذا حق من حقوقهم يحصلوا على اجهزه ومعدات حديثه جدا لا تتوفر في هيئه مستشفى الجمهوريه التعليميه نرجو اعاده النظر في هذا الموضوع الموضوع الاخر طبعا اللي هو يتعلق بالتدريب والتاهيل طبعا نحن ممكن ناكد لك وبامانه انه اكثر من من 15 سنه باب التاهيل سواء في الداخل او في الخارج فهو مغلق امام كل الشرائح العامله في هيئه المستشفى. وبالتالي لا يمكن لاطبائنا او ممرضينا او فنينا ان يواكبوا الجديد في العلوم الطبيه. نحن نناشد ايضا ان يفتح هذا الباب وان يفتح هذا المجال. كما نناشد أيضا أن يتم الاهتمام بإعادة صيانة وترميم كل أقسام المستشفى سواء الداخلية أو الخارجية، عندنا عيادات خارجية قديمة جدا منذ بنيت في عام 1954 لم ترمم إلى الآن، عندنا حوادث وطوارئ هي أساسا غير مؤهلة أن تكون حوادث وطوارئ، عندنا قسم الغسيل الكلوي طبعا هو براق قديم جدا كان يستخدم لتمديد المرضى. وبالتالي نظرا للحاجة تم تحويله إلى قسم قسيل كلوي نحن لدينا خطة لبناء 12 مركز طبي تخصصي ودراساتنا جاهزة ولكننا نبحث عن مصادر التمويل مشاهدينا الكرام ما زلنا متواصلين معكم ومع إجرائنا لهذه القاءات الميدانية عبر عدسة كاميرا قناة عدن الفضائية ومن ضمن هذه اللقاءات الميدانية يسعدنا أن يكون معنا أيضا الدكتور عوض أحمد العلقمي عميد كلية المجتمع بداية مرحبا بك دكتور كل عام وأنت بألف خير صحة وسلامة من العائدين ولكافة طلابك ومنتسبي هنا الكلية وكذا أيضا لجميع أبناء الشعب اليمني والأمة العربية والإسلامية بحلول عيد الأضحى المبارك تهنيكم أولا بحلول عيد الأضحى المبارك كذلك أيضا ماذا عن نشاط هذه الكلية؟ وكذا استئناف العملية الدراسية عقب اجازة عيد الاضحى المبارك تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. آه من هذا المنبر المقدس كلية المجتمع عدن باسمي شخصيا وباسم كل منتسبي كلية المجتمع اساتذة واداريين وطلاب اتقدم بآيات الثناء والعرفان والتهاني والتبريكات لشعبنا اليمني العظيم وكذلك للاخ الرئيس والحكومه ونتمنى لهم عودا محمودا قريبا ان شاء الله بمناسبه عيد الاضحى المبارك. آه لا شك انه عيد يشبه عيد المتنبي الذي قال فيه عيد باية حال عدت يا عيد بما مضى ام أمر فيه تجديد ولكننا المؤمن يجب ان يكون متفائلا دائما. فرغم المعاناه من الغلاء الفاحش والامور التي ترونها في هذه في بلادنا العزيزه الا اننا على امل كبير ان تتغير الامور وتحسن الظروف باذن الله فلا شيء يعجز رب العالمين اتمنى ان نرى هذه البلد قد طورت وتحسنت ان شاء الله من خلال عام 2021 ونحن حقيقه كما عهدتمونا دائما تجدون دائما حاضرين في اعمالنا في امالنا في طموحاتنا الكبيره التي لا, تنو لا نتوانى عن حملها ما دمنا احياء. فكليه المجتمع طبعا على وشك آآ آآ اقامه او افتتاح معمل آآ تصوير آآ فوتوغرافي سيضم قسمي الملتيميديا والجرافيك وان شاء الله سوف تحضرونه بعد العيد. كذلك نحن طبعا بدانا التسجيل من 15 سبعة و لدينا امتحانات بعد العيد بإذن الله سيكون في الدبلوم سيكون في 15 ثمانية وبرنامج البكالوريوس معلم تقني سيكون في ثمانية ثمانية بإذن الله أتمنى أن أراكم بعد العيد وقد التقينا ونحن لابسين الحل والحلل ونحن بخير وبركة نحن وطلابنا الكرام وسترون إن شاء الله ما يسركم بإذن الله العملية التعليمية السنة في الدراسة مرة أخرى إن شاء الله عقب إجازة عيد الأضحى المباركة صعوبات واجهتكم دكتور؟ الحقيقة نحن مرينا في بلادنا كالبلاد العربية جمعاء بجائحة كورونا التي أتعبتنا كثيرا وعانى منها المجتمع كثيرا وقد صحبتها أوبئة كثيرة وحميات كما علمتم في رمضان المبارك الماضي وتغلب عليها الشعب رغم ما يعاني من نقص في كل شيء في, في الادويه وفي كل المستلزمات الطبيه ومع ذلك تجاوزنا هذه المحنه بعون من الله ونمر ايضا بجوائح اقتصاديه كما تسمعون وتعلمون فالشعب يعاني من الغلاء الفاحش ويعاني من تدهور العمله ويعاني من اثار الحرب والحروب التي طال امدها نتمنى أن نرى لها حدا قريبا بإذن الله نعم رسالة كلية المجتمع باعتباركم أنتم على رأس الهرم في قيادة هذه الكلية تفضل. آه رسالتنا أولا نطلب من طلابنا آه سرعة التواجد وسرعة الحضور إلى كلية المجتمع للمبادرة في التسجيل وعدم الـ 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 الإهمال أو التراخي فنحن مجتمع عامل مجتمع معروف الشعب اليمني صنع الحضارات وتجاوز الحدود في تاريخه الطويل ولا يمكن أن نقف عند هذا الحد فرسالة كلية المجتمع تتضمن أننا نبشر طلابنا ونبشر شعبنا بأننا سنقدم في هذا العام إن شاء الله أمور كثيرة جديدة وسيلمسها الطالب ويلمسها المجتمع بشكل عام ويلمسها سوق العمل إن شاء الله فنحن لدينا مفاجآت ستسركم إن شاء الله في حينها بإذن الله أتمنى حقيقة أن تكلل كافة الجهود التي تبذلوها هنا في كلية المجتمع بالنجاح والتوفيق وكذلك أيضا بالإبداع لهؤلاء الطلاب الدارسين هنا في هذه الكلية أنتم حقيقة رأس الهرم هنا في قيادة هذه الكلية وكافة الطاقم التدريسي والعامل هنا في هذه الكلية يبذلون جهودا مضنية وذلك خدمة للمجتمع وخدمة أيضا لتوفير التعليم الصحيح الناجح لكافة الطلاب في كلية المجتمع وفقكم الله ومزيدا من النجاح والتالق ومن الابداع ومن نجاح لنجاح ان شاء الله في هذه الكليه وكل عام أنتم بخير انتم مدعون لحضور هذه الندوه القريبه التي سنقوم بتقييم هذا العمل الادبي الجديد اللي هو ترنيمه فارس فان شاء الله ستكونون معنا باذن الله في 12/8 بالفعل نعم إنتاج أدبي علمي هنا في كلية المجتمع حقيقة يحصده الكل حقيقة سواء كان طلاب أو أكاديميين الكل هنا لا يستثنى من هذه الندوة إذا أيها السادة الكرام نشكركم نشكر الأستاذ الدكتور عوض أحمد العلقمي عميد كلية المجتمع على هذا الحديث مزيدا من النجاح إن شاء الله والجهود التي تبذل كل عام وأنت بألف خير وكافة طلابك والأساتذة هنا كافة الطاقم التدريسي وعيدكم وباركوا من العيد ان شاء الله شكرا جزيلا لك كل عام وانتم بخير ومعنا كذلك الدكتورة وفاء هادي نائبة العميد للشؤون الأكاديمية في كلية المجتمع دكتورة وفاء كل عام وأنتم بخير بصحة وسلامة إن شاء الله من العايدين لك آه لكافة الطلاب وأيضا لقيادة هذه الكلية ممثلة بالدكتور عوض أحمد العلقمي عميد الكلية ولكافة ابناء الشعب اليمني والأمة العربية والإسلامية تهنيكم بحلول عيد الأضحى المبارك كذلك أيضا أنتم في الشؤون الأكاديمية ما هي نشاطاتكم وكذلك الاستناف هذه الدراسة التي ستكون إن شاء الله عقب عيد الأضحى المبارك بسم الله الرحمن الرحيم اشكر قناة عدل لنزولها الدائم الى كليه المجتمع فهي من القنوات الرائده اللي احترمها كثيرا واتابعها طبعا اتوجه بالمعايده الكبيره للدكتور عوض احمد العلقمي عميد كليه المجتمع لكل ما يبذله من جهود فمنذ ان جاء إلى كلية المجتمع جاء مغيرا ومجددا لكل ما فيها من ركود ومن عملية تعليمي كادت أن تنتهي تقريبا وجه التحية والتهنئة إلى الشعب اليمني العظيم وإلى قيادتنا السياسية أتمنى أن تنتهي الحرب بأقرب وقت فقد أهلكت الحرث والنسل أتمنى الخير للبلاد العربية والإسلامية جمعاء بالنسبة للجهود في الشؤون الأكاديمية فهناك الكثير من الأشياء التي سنقوم بها بإذن الله تعالى في هذا العام الجديد، طبعًا بفضل الله سبحانه وتعالى بفضل عميد كلية المجتمع الذي يحاول بكل الوسائل أن أن يجد الجديد وأن يحاول أن يواكب سوق العمل، فقد عمل اجتماع طبعًا في الخامس من يوليو لمجلس الكلية ترأسه هو وأنا نائبة هذا المجلس، ففي هذه الأثناء طلب من كل رؤساء الأقسام. والدوائر على تحديث كل المناهج والمفردات التي البعض منها قد عفى عليها الزمان، وبعدين تعلمون ان كليتنا هي كليه متطوره، كليه تكنولوجيه يفترض تكون، تواكب مبا... سوق العمل، وسوق العمل على طول هناك نعم، وعلى طول هناك تغير فيه. نعم. لذلك فقد كان منه ذلك واجتمع بهم وطلب منهم تحديث الخطط والمناهج بالفعل تم ذلك البعض استجاب سريعا خاصه في الاقسام المتطوره على طول مثل قسم الجرافيك والوسائط المتعدده لذا فقد تم الاتفاق على ان يفتح معمل فوتوغرافي ان شاء الله استديو ستكونون طبعا مدعوون باذن الله تعالى بالقريب لافتتاح هذا المعمل برغم كل الامكانيات المحدوده الماليه الا انه من العدم يحاول ان يصنع شيئا فأشكره جزيل الشكر الدكتور عوض وأتمنى له التوفيق والنجاح في كل أموره إن شاء الله بإذن الله تعالى رسالتكم الطلاب وأيضا باسم كلية المجتمع رسالتنا هي رسالة طبعا للتعلم فجميع الطلاب نريد منهم العودة إلى مقاعدهم بإذن الله تعالى ستبدأ الامتحانات في الخامس عشر من أغسطس لطلاب الدبلوم بكل أقسامنا وبالنسبة للمعلم التقني ستبدأ بإذن الله تعالى ستبدأ دراء الامتحانات في الثامن من أغسطس آه لذا والتسجيل طبعا بدأ من 15 يوليو وسيستمر إلى نهاية سبتمبر نرجو منهم سرعة التسجيل سرعة التقييد فلن يخرج هذه البلد أو لن تخرج من كبوتها إلا بالعلم فقط لذا نرجو منهم التقدم نحو التعلم وترك أي شيء آخر كي على الأقل البلد تأخذ شيئا من التطور والتقدم نعم شكرا جزيلا لكم وجهودكم التي تبذلوها حقيقه ان نتمنى ان تكلل بالنجاح بالتوفيق باذن الله تعالى ومن نجاح للنجاح في هذه الكليه باعتباركم انتم الصرح العلمي التعليمي الذي يرفد سوق العمل بكافه هؤلاء الطلاب آه القادرين على العطاء وذات الكفاءه العاليه شكرا جزيلا لكم بوركات جهودكم ومن العايدين كل عام وانتم بخير. انت بخير ان شاء الله والشعب اليمني ايضا بخير شكرا جزيلا لكم. مشاهدينا الكرام في كل مكان نصل وياكم إلى ختام هذه اللقاءات الميدانية العيدية التي أجريناها لكم عبر عدسة كاميرا قناة عدن الفضائية وفي الختام نقول لكم كل عام وانتم بألف خير وجعل الله اعيادكم كلها مسرات وافراح ومن العائدين الفائزين الغانمين وعيدكم مبارك ونلتقيكم ان شاء الله في لقاءات قادمه حتى ذلك الحين لكم تحيه طاقم العمل وفي امان الله استودعكم